قل أوحي إلي أنه استمع نفر من جن، أنا ما كنت عارفهم، هم الذين استمعوا وأوحى الله إلي بهذا. الجن ديل يا جماعة لما سمعوا الحق وآمنوا ما رضوا يكتفوا بنفسهم، طوال مشوا لشنو؟ إلى قومهم، وده الخير يا جماعة. فإنت قد تبلغ دعوة زول يكون برا المسجد ويسمع بالميكروفون ويستقيم ويستجيب للدعوة ما يعرفك، وبعدين تلقى الأجر عند الله سبحانه وتعالى. بس إنت كيف تخلص لله وكيف تتبع الحق وتتجرد من الهوى؟ ودي فائدة الدعوة الحق يا جماعة، ما دعوة بتاعت أحزاب وإحصاء وجماعات وتهيئة لانتخابات وتهيئة لكرسي وتهيئة لدنيا، وإنما دعوة الواجب على صاحبها أن يرجو الثواب من الله وحده لا شريك له، وإن لم يعرفه الناس وإن لم يجتمع عليه الناس. ذكر الشيخ حفظه الله تعالى في عانة المستفيد أن الله تعالى ذكر عن الجن أنهم آمنوا بالله ووحدوا الله، ولما وحدوا الله حاربوا أقوامهم أو وقعوا في أقوامهم الذين خالفوا هذا التوحيد. وأقرأ سورة الجن، الناس عرفوا التوحيد آمنوا به، طوال انتبهوا لقومه إنهم مخالفين للتوحيد، أنهم مخالفون لهذا التوحيد واقعون في الشرك بالله تعالى. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا، جد يعني الغنى والمكانة، قال الحسن البصري الجد الغنى والمكانة. وأنه تعالى جد ربنا، تعالى اكتمل غناه عن خلقه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لا يريد صاحبة وليست عنده صاحبة زوجة، وليس عنده ولد ولا يريد ولدا سبحانه وتعالى. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، طوال ردموا الجماعة بتاعنه الملخبطين، والله شغل ده في الجن ذاته في ردم. انت قال شغل ده كيف؟ ناس يقول لك يا خليك في التوحيد، الجن ديل ذاته فيهم الدين، في ناس بشر لازم فاهمين الدين. طوالي قال وأنه كان يقول سفيهنا، سفيهنا مش سفيها الحياة البغاد، سفيهنا حقنا نحن، في ناس سفا، في جن سفا معانا، عشان كذي زي ما الإنس فيهم كذا وكذا الجن فيهم كذا وكذا برضو، تليم في جن صوفي ولا أخو مسلم يحيرك ذاته والله، ولا أخو مسلم القدامك ده بيدعبك يلف عليك بجاي، وحقيقة ثم إنه وفلسطين وآهات النساء والسكالة واليتامى ومحمد الدرة وياسين محمود وفلان أوك وبكى، وذات الأخ مسلم ده ذاته اللي بيقول لك نحرر القدس مسجد ذاته في حي دار تحرير، لأنه قاعد فيه حامي الناس الدعوة، ده باقي لك مسكوا القدس ما بيحمي الناس الصلاة عديل، هو بيت عادي مسجد عادي يحامي فيه دعوة الله سبحانه وتعالى. لكن احنا ما من الحكمة كلام في الناس ذيل وكذا وكذا وكذا، إلى أن قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يلتجئون إليهم في دفع الضر فزادوهم رهقا. في عانة المستفيد سبب نزول هذه الآية أن العرب كانوا إذا دخلوا واد من الأودية قالوا في الجاهلية نعوذ بسيد هذا الوادي، أي من الجن، نعوذ به من سفهاء قومه، يلجؤون بقادة الجن في طلب دفع الضر من سفهاء الجن من صغارهم. فزادوهم رهقا أي خوفا إلى خوفهم، رهقا يعني خوفا إلى خوفهم. لما علمت الجن أن هؤلاء الإنس يستعيذون بهم وأنهم يخافون من الجن زادوهم رهقا خوفا إلى خوفه. أصل الشيطان كان عرفك بتخاف منه بيعمل لك أمور ذاته، كيس يجي طاير وحاجات،
وفي البيت براو كركبة تحصل وكورة تقع وشبابيك تضرب، لأنه أنت في النهاية أنت الذي سلمت له زمام أمرك. زي الكلب اللي في الشارع، كان عرفك خفت منه يا هو بيتسلط عليك، لقيت كان نهرته ومشيت خليك. وده كلام مجرب، هسي تجي جاربي عربية الكلب يجر وراك تقيف بمش طوالي بزح مجربة. نفس الشيء الجن، إذا علم أنك تخاف منه تسلط عليك. أما لو لجأت إلى الله واستعذت بالله سبحانه وتعالى فإنه يبتعد منك من شر الوسواس الخناس، يبتعد ويختفي. استعاذوا برجال من الجن على دفع ضرر الآخرين، فذمهم الله تعالى، وذمه إياهم دل على أنه لا يرضى أن يستعاذ بغيره سبحانه وتعالى.